بطولة العالم للتجديف داخل القاعات واللي بتشارك فيها مصر ب 22 لاعب في إنجاز طبعا غير مسبوق، كون مصر الدولة الأفريقية اللي بتمتلك أكبر عدد من اللاعبين المشاركين في البطولة العالمية. تفاصيل أكتر هنشوفها في التقرير اللي معنا. طبعا هو يعني منذ جائحة كورونا وحصل تغيير في العالم كله، كان دايما بنسافر لهذه البطولات، ولكن مع جائحة كورونا كان أول مرة العام الماضي يتم عمل أونلاين بطولة افتراضية بتنظم عن طريق الاتحاد الدولي للتجديف من سويسرا، وهم بيتحكموا في كل حاجة، وكل جهاز بيبقى موجود بيبقى عليه verification number أو رقم تحقق لكل جهاز، وفي تحقق من شخصية كل واحد، يعني ليهم نظام خاص لهذا الموضوع. فالسنة دي في مشارك فيها 29 دولة، والحمد لله كان بيبقى فيه تصفيات قبليها في أفريقيا، يعني كل قارة بيتم تصفيات لعدد منها. عن طريق قارة أفريقيا احنا تم تأهيل 22 لاعب من المنتخب اللي هي المصري بيشاركوا هو النهاردة في هذه البطولة. احنا مشاركين في بطولة العالم ب 23 لعيب اتأهلوا من أفريقيا. الحمد لله امبارح كانت النتائج كانت كويسه قوي، حققنا 3 ميداليات ذهب وواحده برونز. بصراحه اللعيبه كانوا يعني عند حسن ظن الاتحاد وعند حسن ظن المديرين الفنيين بتوعهم، وان شاء الله النهارده نقدر نحقق نتائج يعني زي امبارح ان شاء الله. هي بطوله العالم للتجديف الارضي على الاجهزه اسمها اجهزه الارجوميتر يعني، وهي دي مش اول سنه ليها، دي ثالث سنه ليها يعني مستمره. احنا ان شاء الله الحمد لله السنه دي حققنا مراكز افضل من السنه اللي فاتت. جبنا مركز اول ناشئ، بنت كان اسمها ساره ظافر، خدت اول على العالم في ال 500 متر، لكن السنه دي جبنا اول على العالم في اللايت ويت الخفيف الوزن العمومي وال 23. العمومي كان اللي هو محمد علاء قوطه، وال 23 ادهم محجوب المهندس، تيم كبير خالص اللي هو الرجال العمومي خد اول في المسافه اللي اتعملت. فنلندا السنه اللي فاتت كانت دوله قويه وكسبتها مننا بحاجات بسيطه بفضل الله، ثم المدير الفني اللي معانا قدرنا نتحقق عليها السنه دي وكسبناها برضو بحاجات بسيطه جدا جدا جدا. كانت المنافسه صعبه جدا. شاركت في ايفنت الثلاث دقائق رجال، الحمد لله حققنا الميداليه الذهبيه والمركز الاول، كان سباق قوي جدا. احنا حققنا المركز الاول بنفس عدد المتر بتاع منتخب فنلندا، فخدنا الاول مكرر اول بالتساوي، فكان المنافسه قويه جدا جدا لحد اخر ثانيه في السباق. الحمد لله انا بقالي سنه في التجديف بالظبط، ما كملتش سنه بالظبط يعني، ودخلت منتخب مصر والحمد لله فضل من عند ربنا، جبت 6-5، ودي ناس كتير بتقعد علشان تجيبها كتير، والحمد لله ده فضل من عند ربنا هنا، وان شاء الله ربنا يكرمني في اللي جاي. كنا بنعمل تسات قبل البطوله باسبوع، الارقام كانت عاليه جدا وكانت كويسه وما حققناش امبارح. لو كنا حققنا امبارح كنا جربنا بكتير اكتر، فدي مع يعني اختلاف الجو والتمرين والكلام من ده ان شاء الله النهارده هنحقق احسن ونجيب ارقام عاليه. وهي البطوله كانت قويه وكانت منظمه بشكل كويس، والاتحاد الدولي يعني ان شاء الله هيبعت ميداليات السنه دي. دي تاني مره نشارك فيها على مستوى ان هي تبقى فيرتشوال اونلاين، يعني في العادي بتبقى بنسافر وبنروح مكان وكده، والمره دي فيرتشوال. من السنه اللي فاتت بدا المشاركه فيها تبقى على مستوى كبير، وكان السنه اللي فاتت كان الليد السيدات، الصراحه النتائج بتاعتنا السنه اللي فاتت كانت عظيمه، والسنه دي ان شاء الله برضو بنجتهد ان احنا نعمل نتائج حلوه، واحنا كلنا عايزين نرفع اسم مصر طبعا، وعايزين نعمل نتائج حلوه، وان شاء الله بنفرش طريق للناس اللي جايه ويعملوا نتائج احلى ان شاء الله مننا كمان. طبعا مصر يعني صنعت التاريخ طبعا بعد وجود 22 لاعب ولاعبه من المنتخب المصري في بطوله العالم للتجديف، والحقيقه دي تاني مشاركه لمصر، ويعني قدرت مصر انها تحصل العام اللي فات على 5 ميداليات ذهبيه. احنا مستنيين طبعا المزيد وكلنا فخر بابطالنا. خلينا نقول لهم اكيد كل التوفيق طبعا. اكيد يا فسند.